روما. تخيل الاتحاد من غير قروهي ورومارينو امام الطائي الاسبوع القادم. صعوبة كبيرة قوي. المفترض ان الاتحاد يبدا من النهارده للاعداد النفسي اللي انت اتكلمت عليها يا كابتن. انت بتتكلم اولا مهما حصل الدوري باقدام لعيبه الاتحاد مش لعيبه الهلال في الوقت الحالي. انت لو الاتحاد كسب الثلاث مباريات القادمين ليه هيبقى هو بطل الدوري. كيف يطلع الموضوع عنده هو؟ كيف يطلع منها؟ اكيد هيطلع منها بالاعداد النفسي، بالحوافز، بالاستشفاء الجيد قوي. والحاجة المهمة يعني انه على البدل اللي عنده يقدر يشتغل عليهم كويس، وهو يعتبر انه هو يعني بطل، يعني هو المتربع على قمة الدوري. لازم يحط في دماغه انه هو فرقة كبيرة، مهما حصل مباراة حصلت انتهى الموضوع. بص لقدام. احمد اكثر تأثيرا قروهي ام رومارينو في الاثنين؟ من الاكثر؟ ما في الاثنين، الاثنين متساويين. انا بالنسبة لي قروهي. قروهي هو سهل تعويض رومارينو. قروهي لا يعوض. لا يعوض، مع انك تقول اليوم لا يتحمل الحارس الهدفين. هي مش مسألة ما يتحمل، هي مسألة قروهي. تدخل الاهداف في قروهي اليوم؟ الهدفين تدخل في قروهي؟ الثالث ما تدخل. الثاني يدخل، الثالث ممكن قروهي يتعامل معه بطريقة افضل. لكن قيمة قروهي هي في ثقة الاتحاد، كيان الاتحاد كله. يعني تحس الاتحاد انكسر لما خرج قروهي؟ عنده، لانه نتكلم مدافعين الاتحاد، الفريق كان مش مدافعين. يعني حتى الجماهير ترى في الملعب اللي حاضره عندها والله بقول لك شيء، اقسم بالله العظيم من يوم خرج قروهي اقسم بالله قلت الهلال كسب. واضحه يعني مش الجماهير، احنا هنا اقسم بالله من يوم خرج قروهي قلت الهلال كسب. كابتن وليد، وثقل هو كم جاب لك نقطه؟ وليد، اي فريق في العالم مش في الدوري السعودي او الاتحاد تريد تجيب بطوله قيمه الحارس نص الفريق. نص الفريق. ان شاء الله مراسلنا في جده احمد الجابري ياكدنا على حاله